وقد ساءني ويسوء كل غيور على الدين أن يطعن في الصحابة الكرام أو يتنقصهم، لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين، فهم الذين أوصلوا لنا هذا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل من رب العالمين سندا صحيحا عاليا. إذا هذا الدين أخذناه عن الصحابة الذين أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. سألني أن ينشر هذا الكتاب في بلاد الإسلام. هذا كتاب يطبع في الجزائر الفارسية، يقول تقول كاتبته عنوان الخلفاء الملعونون لكاليف مودي. الخلفاء نقول الخلفاء الراشدون، هي تقول الخلفاء الملعونون القطيع او الانزلاق، تصور الصحابة على انهم انتهازيون مصلحيون يلهثون وراء المناصب يتقاتلون من اجل الدنيا. وهذه ألفت قبل ذلك كتابا آخر عنوانه آخر أيام محمد، هي ذات صلى الله عليه وسلم، كاتبة تونسية. هذا كتابها لدم جود محمد هذا صلى الله عليه وسلم، طبع في فرنسا قبل سنتين فيما أحسن. وهذا الكتاب طبع في الجزائر قبل شهرين. للأسف نحن في بلاد الإسلام، وهؤلاء قدوتنا السابقة، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهي تقول الخلفاء الملعونون، وتتنقص الصحابة وتبين أن جيل الصحابة ليس في شيء من العظمة أو شيء من الفضائل الكبيرة، إنما هم أشخاص عاديون هكذا تقول، انتهازيون يريدون مصلحة الدنيا، غايتهم السياسة، أغراض سياسية كما يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول هذه الكاتبة عليها من الله ما تستحق. ليس من عادتي أن أسب الأشخاص أو ألعن الأشخاص، إنما أذم ما كتبته، وما دامت تكتب هذا فهي مذمومة. وأسأل الله جل وعلا أن يتولى أمرها وأن يعاملها بما تستحق، أنها تعتدي على خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وقد دفعني هذا الكتاب إلى الشروع بإذن الله تعالى في سلسلة من خطب الجمعة أستهلها بعد قليل إن شاء الله، أدافع فيها عن الصحابة الكرام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده.